الفنانة أحلام تأخذ معها مدبرة منزلها إلى العمرة بعدما اعتنقت الإسلام منذ فترة، وليس كما هو متداول أنها أسلمت في مكة. وكانت مدبرة المنزل للفنانة أحلام قد اعتنقت الإسلام من سنة أو سنتين تقريبا، وغيرت اسمها من كريس إلى نور، وقد نشرت هذا الخبر في السابق على قناتي. الحمد لله كريستافات، هاي ثاني عمره سكند عمره. الحمد لله سكند عمره. طبعا بقول لكم معلومه ان كريس الحمد لله اسلمت، وقولي الحمد لله، قولي اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. الحمد لله، وهذه العمره الاولى لها الحمد لله، والحمد لله اعتمرنا وياها. الحمد لله الحمد لله. لا يعلم حبيبتي قصص الله. نور 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 نور، ان شاء الله جعلك نور يا رب، دائما طريقك نور يا حبيبتي، يا نور. خلاص الحين هي اسمها نور. نور اي ام نور. كريس ناثينج. كريس ناثينج نوت اكزيست نوت اكزيست حبيبتي. الحمد لله الحمد لله.